الله مساءكم مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من طريق النجاح عبر فضائية جامعة النجاح الوطنية. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، هذه الكلية التي وصلت إلى العالمية مؤخرا من خلال تنافسها على مسابقة عالمية على مستوى فلسطين، وبعد فوزها في المرتبة الأولى في مسابقة جيوسيب للمحاكم الصورية أصبحت الآن واحدة من الكليات العريقة على مستوى العالم التي ستنافس أكثر من 600 جامعة على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان من هذا العام. سنتحدث أكثر عن كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وعن الفريق الذي مثل جامعة النجاح الوطنية، ولكن بعد أن نأخذ فاصل فكونوا معنا. من جديد مشاهدي الكرام، وأرحب بضيوفي بالاستوديو الدكتور مؤيد حطاب عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، والطالبة نادين حفايضة أهلا بك، الطالب أيوب حسن أيوب، والطالبة بيان أهلا وسهلا بك بيان جانم من فريق جامعة النجاح الوطنية الذي مثل فلسطين في هذه المقابلة. هذه هي مسابقة مشاهدي الكرام دولية أعلنت لأيضا تنافس الطلبة الدارسين للقانون في مختلف أنحاء العالم، وكانت المنافسة النهائية في فلسطين كما ذكرنا بين 8 جامعات فلسطينية. جامعة النجاح تأهلت وأصبحت هي الجامعة الوحيدة التي ستمثل فلسطين. سنبدأ من الطلبة الذين حققوا هذا الفوز لنكون معكم ومع لحظات الفرح التي عشتوها عند ما أعلنت النتيجة في هذه المسابقة. نبدأ معك نادين، لو تحكي لنا ما هي اللحظات الأولى في حياتك عند إعلان النتيجة. طبعا إحنا لما كنا جالسين على الطاولة، كنا بالذات أنا وأيوب وبيان قاعدين على الطاولة وبنستنى كلنا بالنتيجة، بس كان في كتير إعلانات وكتير قضاء إنه بيحكوا، فكلنا كنا يعني ننتظر النتيجة ومش متوقعين إنه يطلع إنه الرقم مباشرة. فلما طلعت النتيجة طبعا كلنا انبسطنا وفرحنا، صار صراخ وعياط وتصفيق، والحمد لله يعني إنه التعب اللي بذله الفريق كله إجا بنتيجة. طيب يعني أيوب، شو قدمتوا تأقنعتوا لجنة التحكيم المكونة من قضاء ومحامين ومن محامين أجانب ومن قنصلية أمريكية ومن عديد من حتى رئيس مجلس القضاء يعني كان حاضر، ما هي الفكرة الجديدة أو ما هو الجديد المختلف عن بقية الجامعات الذي قدمته جامعة النجاح؟ الفكرة أنه إحنا طلع دورنا نكون المدعى عليه في المسابقة. طبعا دائما معروف بالقانون أو يعني غالبا دائما بكون المدعى عليه هو الطرف الأضعف، فإحنا قدرنا من خلال طبعا البحوث اللي عملناها والتعب اللي تعبناه أنه نثبت حالنا كمدعى عليه ونكون الطرف الأقوى، سواء بحججنا بجميع الحجج القانونية اللي استعملناها. وشغلة إحنا برضو كانت عندنا كفريق يعني ما كناش حافظين قد ما إحنا فاهمين. طبعا هاي إشي مفيد إنه يكون يعني إلك كفريق وإلك كشخص، يعني أساس لما أنت تنسأل السؤال من القاضي ما تقعدش تحكي معاه كيف برسمية كثير، يعني إنه أنت بس حافظ وجاي تكرر اللي عندك، لا بدك لازم تبين له إنك أنت فاهم القضية وعارف حالك شو بتحكي. وبناء على هذا أنت بدك يعني إحنا زي كنا ممثلين عن دولة، فكانت يعني برضه مسؤولية، فأنت بدك تعرف كيف توصل وجهة نظرك مدعي عليه عشان تقنع القاضي أوكي أنا الطرف الأضعف بس أنا حججي أقوى. يعني أنتوا كنتوا الفريق الأضعف أو الطرف الأضعف عشان كان تعاطف معكم؟ لا مش الشغلة مش تعاطف، لا لا نعم. طيب أكيد يعني بيان إحنا بدنا يعني نوصل لنقطة نقنع العالم فيها وتحديدا مشاهدي طريق النجاح إنه فريق هالجامعة الكبيرة، فريق كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية اللي بده يمثل فلسطين في واشنطن بعد كم شهر، في إشي جديد بجعبته. يعني أنت هلأ انطلقت من المنافسة من بين 8 جامعات ل 600 جامعة، بدكم تجيبوا اللقب ولا تعطينا شو بدك تعملوا هناك؟ أكيد لا شك، يعني هلأ إحنا من هون لفترة المسابقة النهائية إن شاء الله لازم التدريبات أكيد رح تكون مكثفة. هلأ إحنا عرفنا كيف طبيعة كيف الأجواء بتكون في المسابقة، كيف ممكن إنه كيف نبلش نترافع، كيف القضاء ممكن يسألونا، شو ممكن تتوجه لنا أسئلة من القضاء نفسهم. هلأ بدنا نشتغل أكتر على أسئلة القضاء، نشتغل على سوابق قضائية أكتر، نشتغل على
ممكن مواضيع ممكن تكون محل أو جذب لأسئلة القضاء إنه ندرب حالنا عليها أكثر وأكثر. طبعا أكيد لا شك بدنا نجيب سوابق قضائية بالنسبة لقضية اللاجئين، بالنسبة لقضايا عنا لفلسطين يعني خاصة بفلسطين، ممكن إنه نبرز إنه نشوفه إنه مثلا إنه قدام القضاء يعني وقت يسألونا وهيك أشياء تكون مماثلة للقضية الموجودة طرحين إياها المسابقة يعني. نعم دكتور مؤيد، يعني جاء دور العميد ليتحدث. كلية القانون يعني بالأشهر القليلة الماضية ذاع صيتها على مستوى فلسطين وعلى مستوى العالم، ما الجديد الذي انتهجته كلية القانون للوصول إلى هذا المستوى المتقدم والراقي على مستوى العالم؟ تمام، يعطيك العافية أستاذ خالد وتحياتي للمشاهدين جميعا. الحقيقة ما زالت يعني أصداء الفرح تملأ القلب إلى الآن، كل ما بحكي عن موضوع جسد بشعر بتوتر ونشوة الفرح موجودة. الحقيقة إنه إحنا في كلية القانون في يعني بدأنا فيها من فترة وعززناها في الفترة الأخيرة اللي هي التطبيق النظري مع العملي. حتى طريقة اختيارنا للفريق كانت نوعية، المدرب الدكتور رائد بدوية هو نوعي بحد ذاته. الفريق اللي نافسوا داخليا قبل ما ينافسوا على مستوى جامعة فلسطين نوعيين، بمعنى احنا عملنا مسابقة بين الطلاب وطلبنا من الطلاب انهم يطلعوا امام لجنة كانت مشكلة من دكتور رائد ومجموعة من المدرسين بما فيهم وجودي كان برضو، وتم انتقاء الأفضل في القدرة على اللغة الإنجليزية والقدرة على التعبير والقدرة على التفكير السريع وإلى آخره من المعايير احنا كنا حاطينها. نعم. هذه الانطلاقة طبعا ساهمت بجزء كبير في قضية تفعيل التدريب من خلال أولا أن اخترنا طلابنا من خلال اللغة الإنجليزية قادرين على الحديث والحوار بطلاقة باللغة الإنجليزية. نعم. طبعا هاي أكيد عامل أساسي ومحوري. رقم اثنين طبعا القضية بتحكي أنت عن محكمة العدل الدولي، يعني بتحكي عن قانون دولي، والمدرب مختص في القانون الدولي دكتور رائد بدوي وله باع في هذا المجال. نعم. الطلاب عندهم نظريات عن القانون الدولي، نظرياتهم في القانون الدولي كانت خلينا نحكي هم درسوا النظريات ولكن ما جربوا انهم يطبقوا العملي على ارض الواقع. حتى قضية اللي هي البحث عن السوابق القضائية والقضايا التي عرضت امام المحكمة العدل الدولية سابقا وغيرها. نعم. من المحاكم الدولية برضو هاي كانت يعني محور جديد على الطلاب. فدخولهم في البحث كان جزء أساسي من التدريب، دخولهم في التجهيز الشخصي برضو جزء أساسي من التدريب. نعم. نعم. فالمحور الآن أنا بدي أختصر الحديث في جملة إنه كان إحنا تدريبنا مش متعلق فقط في إعطاء المعلومة. يعني بجزء قضية التدريب وكيف وصلنا لهون ممكن شوية نأخرها. إحنا لازم بالبداية بدأنا للمشاهدين دكتور إنه لمحة بسيطة عن هاي المسابقة. نعم. يعني من وين انطلقت، متى بدأت، شو الهدف منها، عشان نعرف يعني لمشاهديننا إنه عن إيش نتحدث. فلذلك بحاجة لتعريف بسيط عن عن, عن المسابقة حتى نعرف مدى أهميتها. جميل. المسابقة جسوب هي مسابقة عالمية انطلقت بداية من أمريكا، ويعني اللي شخص اللي أنشأ هاي الفكرة سميت على اسمه، وأصبحت يعني مدعومة من قبل منظمات تعنى في القوانين الدولية والحقوق، وكذلك مدعومة من قبل نقابة المحامين الأمريكيين، وأصبحت حتى من قبل السفارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية. نعم. بدل ما تكون المسابقة على مستوى جامعات أمريكا أصبحت المسابقة على مستوى جامعات العالم. فكل فريق، طبعا المسابقة هاي بدأت نحن بنحكي يعني من أكثر من 30 سنة، انطلاقتها كانت في أمريكا، ثم بعدين من حوالي 20 سنة أو ما يقارب تحولت إلى عالمية. فلسطين مؤخرا دخلت في الموضوع، بنحكي عن فترة 5-6 سنوات تقريبا، بس كان دائما المرافعات باللغة العربية بقليل من الاستثناءات. السنة هاي احنا شاركنا كما شاركت كثير من الدول، يعني كل دولة شاركت بجامعاتها في نفس الوقت المسابقة في جميع تقريبا الدول تقريبا مش شرط يعني نفس اليوم بس لكن يعني فترة معينة لأن كلهم بدهم يطلعوا على أمريكا بشهر 4، وبالتالي الآن بدأت التصفيات في كل دول العالم بحيث أنه الفريق الوطني اللي فاز على المسابقة الوطنية هو بيطلع بيمثل دولته في الخارج في أمريكا.
واحنا في جامعه النجاح طبعا وباقي الجامعات هذه السنه كانت نوعيه لسببين. السبب الاول انه لاول مره من كل تقريبا الجامعات الفلسطينيه بتترافع في اللغه الانجليزيه مش باللغه العربيه، يعني ما في كان حاجه لمترجم، وكانت مرافعتهم قويه برضو باللغه الانجليزيه. والنوعيه الثانيه انه برضو صار في خبره، انه هذه السنه الثانيه اللي بتشترك فيها تقريبا معظم جامعات فلسطين. فالخبرة المكتسبة خلت المنافسة عالية ورفيعة بنفس الوقت، والحماس للفوز كمان عالي جدا. طيب يعني كمان مرة بدأ أسألك عن داخليا بالكلية، شو الميز الفريق؟ يعني هو بالمناسبة مشاهدي الكرام، يعني نادين وبيان وأيوب جزء من مجموع من الطلبة الذين مثلوا جامعة النجاح الوطنية، ولكن لظروف فنية في داخل الاستوديو اكتفينا بثلاث من الطلبة بالإضافة إلى العميد. دكتور، استكمالا للسؤال، آليات تم تنفيذها أو اتباعها في كلية القانون لاختيار الفريق الذي سيمثل كلية القانون؟ يعني هناك أعداد كبيرة في كلية القانون. نعم، احنا عملنا كالتالي، أعلننا على موقع الكلية أنه من يرغب في المشاركة في المسابقة جسوب الدولية ولديه القدرة اللغوية باللغة الإنجليزية فليتفضل بتقديم طلب. قدم مجموعة لا بأس بها من الطلاب، أذكر حوالي 50 طالب، وعملنا انترفيو مقابلات مع الطلاب. يعني دكتور رائد يعني كان يقابلهم، أحيانا أكون موجود معه بس غالبا كان يعني يقابلهم لوحده، كان يختار اللي هي خلينا نسميها اللي هي الشورت ليستد، يعني يختار من 50 طالب المجموعة الأقل. المعايير اللي حطها في المقابلة طبعا ركزت كثير على موضوع اللغة الإنجليزية وقدرة الطالب على الحديث باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مستوى المعرفي. بعد ما عملنا الشورت ليست كان حوالي 25 متنافس نزلناهم للنص تقريبا، 25 متنافس بدهم يتنافسوا امام اللجنه اللي تشكلت لاختيار الافضل، افضل 5 طلاب من 25 الاخرين. نعم، فكل واحد كان معه ربع ساعه يقدم مرافعته باللغه الانجليزيه ويسال ويجيب خلال ربع ساعه و10 دقائق تقريبا بهذه الحدود. من الطلاب اللي شاركوا في المنافسة اخترنا 5 اللي مثلوا جامعة النجاح. طبعا كما ذكرت سابقا المعايير كانت معتمدة على سرعة البديهة والقدرة على الحديث باللغة الإنجليزية والتحضير، يعني أنه قادر يبحث عشان هيك حضر حاله وبحث وأجا، لأن مسابقة الجسوب تعتمد بشكل كلي على التواصل المستمر مع البحث، مش بس أنك تحفظ المعلومة. زي ما حكى أيوب، الطلاب كانوا رايحين فاهمين القضية. نعم. وفاهمين القانون. طيب، مش حافظينه. طيب دكتور، بدي أعود لك أكيد، بس كمان لازم نعطي كمان جولة للطلبة. ندين، على مستوى العمل على المستوى الشخصي، ماذا يمثل لك هذا الفوز؟ على مستوى العائلة، على مستوى البيت، على مستوى حتى زملائك في داخل الجامعة، وكيف هي استعداداتك للذهاب إلى واشنطن؟ طبعا الفوز بالمسابقة إشي رائع. نعم. سواء على المستوى الشخصي أو المهني أو كطالبة، فمثلا بترفع رأس العائلة. طبعا كل العائلة بتتابع الموضوع بما أن المسابقة كبيرة ومن أكبر المسابقات المحاكم الصورية على مستوى العالم، فالعائلة كانت متابعة الموضوع، وكمان بنفس الشيء الطلاب كانوا متابعين الموضوع، وما كان يعني أنه سر أنه أداه كان الفريق كله يتعب، ومرات أنه نغيب عن محاضرات على أساس نحضر للمسابقة ونبذل جهد أكثر للمسابقة. فبالنسبة لي يعني الفوز كان إنجاز رائع، يعني بما أنك تبذل جهد كثير فإنك تلاقي نتيجة هذا الجهد بالنهاية شيء رائع، يعني الشعور لا يوصف. بالتأكيد. أيوب، استعداداتك للسفر، ماذا ستقدم لجامعتك، لكليتك، لوطنك على مستوى المسابقة وعلى مستوى الاجتماعات غير الرسمية في واشنطن؟ بالنسبة لهذا الصعيد طبعا هلأ رح تصير المسؤولية أكبر، بطلت المسألة أنك أنت بدك تنافس الجامعات الوطنية، هلأ صارت أنه أنت بدك ترفع اسم فلسطين. طبعا هاي بحد ذاتها إشي أنا بعتبره إنجاز كثير رائع، أنه لأول مرة أنا رح تصح لي الفرصة وتصح للفريق كله أنه إحنا نطلع ونمثل فلسطين. هلأ صار وقت أنه نبلش بالتدريبات المكثفة أكثر. نعم. لأنه بطل في مجال أنه الواحد يعني
زي ما حكيها يرخي شوي، فخلص هلا انت قدامك شيء كبير مسؤوليه، يعني ما مش عجد الشعور الداخلي انه انت عندك كل هاي المسؤوليه شيء كثير رهيب. نعم اصبحت تتحمل مسؤوليه، يعني مسؤوليه وطن. طبعا طبعا. نعم. انت مش طالع لا تمثل بس، طبعا احنا طالعين نمثل جامعه نجاح والوطن. نعم. فهلا رح تبلش مرحله جديه اكثر، سواء من تدريبات والتحضيرات. قدامنا تقريبا شهرين احنا حاليا. نعم. وغير عن هيك يعني شعور الفرحة بإنك أنت تكون مثلا ماشي بالكلية والكل يبارك لك، إنه فيه اهتمام مش بس من الدكاترة واهتمام من الطلاب، فهذا الإشي كتير رائع يعني. طيب بيان، يعني مبين أنت هادي يعني في الأمور، بس حققت إنجاز منيح بالمسابقة. كيف أنت على مستواك الشخصي بتعرف أو ببين إنه أنت شو الإشي اللي بدك تطلبيه من لجنة التدريب؟ أكيد اللجنة هلأ بيوقع عليها عاتق كبير، وهي اللي راح تتحمل مسؤولية النتيجة كمان بواشنطن. انتوا طلاب بدكم تأدوا عليكم، ولكن ما ستقدموه هو ما اكتسبتوه من اللجنة. توجيهاتك للجنة. يعني اكيد ما بقدر احكي اي توجيهات زيادة عن الاشياء اللي قدموا لنا اياها. يعني دكتور رائد دكتور مؤيد كانوا كتير معنا يعني خطوة بخطوة وساعدونا كتير، ف يعني بتمنى انه نكون يعني نشتغل لحالنا اكثر واكثر، وما يضل انه يعني ما نترك مجال انه جامعات ثانيه تفوز علينا، وان شاء الله نحقق الفوز اللي بدنا اياه ونرفع راس اسم بلدنا فلسطين ان شاء الله. اذا فاصل اخر مشاهدي الكرام في برنامج طريق النجاح، ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقه في حديثنا عن كليه القانون في جامعه النجاح، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. دكتور مؤيد، سننتقل للحديث عن كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية محليا. أولا نبدأ بما يتعلق باستقبال الطلبة الجدد أو آليات قبول طلبة الثانوية العامة. أنت تعرف أننا يعني جامعة، وأن إقبال الطلبة على دراسة القانون أصبح في فلسطين يعني اهتماماته كبيرة، اهتمامات العائلات والطلبة كبير. ماذا تعد في كل عام كلية القانون من جديد لإقناع الطلبة للدراسة فيها؟ هو حقيقة يعني جامعة النجاح زي ما تفضلت أستاذ خالد، الإقبال على كليات القانون هو يعني ملموس على مستوى الوطن. نعم. لكن أعتقد أن جامعة النجاح استثناء من حيث الضغط الهائل لتقديم الطلبات ورغبة طلاب فلسطين في الانضمام إليها، لما تشهد له الأوساط القانونية والقضائية والمحامين من قدرة كلية القانون بداية على ترتيب مناهج ومساقات تلامس الواقع ومتطورة باستمرار. يعني كلية القانون احنا نفتخر ان دائما مدرسينا يعني جزء مهم منهم بيمارسوا مهنة المحاماة، بالإضافة انه جزء يعني ايضا يعني باحثين ويطوروا انفسهم باستمرار. فبالتالي احنا برامجنا لا تقف يعني عند سقف معين، بالعكس بتطوير مستمر. اما من حيث الاستقبال الطلبي الجدد، احنا طبعا في بدايه كل عام بعد تقديم الطلاب او نجاحهم بالتوجيهي بيقدموا طلبات. تسقف طبعا المعدل في كليه القانون عالي، يعني العام او السنه الحاليه الاكاديميه الحاليه كانت 90 فاعلى، ومع ذلك كان برضو ضغط كبير على الكلية. الحمد لله إحنا يعني ككلية برضو متميزين في قضية تعزيز المناهج أو البرامج اللامنهجية. نعم. من خلال على سبيل المثال المحاكم الصورية والمناظرات وغيرها من الأمور والمساق العيادة القانونية اللي أصبح برضو عليه طلب كبير، والعمل الميداني. اعتقد احنا كله هذا رح أسألك عنه على انفراد، تحكي لنا بعموميات بعدين رح ننتقل شوي شوي. خليني أنتقل لإشي اسمه الإنفراتوث. نعم الإنفراتوث، يعني أنا بدي أعرف شو هي والمشاهدين كمان. نعم هذا مشروع أنا يعني حبيت أطلقه من حوالي عام من الآن، كان بالضبط من الفصل الثاني من العام الأكاديمي السابق. نعم. لمست فيه أنه مش بس كلية القانون، بقية الكليات كمان ما في عنا نوع من التقارب بين الكليات، يعني ما في شيء يجمعنا كثير. يعني هو
نشاط شيء لمنهج داخلي. داخلي نعم. برضو لمست أنه اهتمامات الطلاب في المسائل الفكرية والتطوير القيادي والريادة الطلابية يعني ما في عليها تركيز، لأنه إحنا مساقات بأخذ الطالب مساق وبروح، بس إحنا بنعرف أنه الطالب الجامعي مفترض أنه مش بس يأخذ مساق ويروح، لا المفترض أنه يكون له دور، بتخرج من الجامعة لازم يكون له دور برضو في المجتمع، على الأقل يكون محيط في القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والشبابية المحيطة فيه، ويقدر يعبر عن رأيه، يقدر يكود. فأطلقت المبادرة هاي اللي هي الإنفراثوت، اللي هي تعني حقيقة اللي هي قضية البناء الفكري أو البناء الثقافي، الإنفرا من إنفراستركشن البناء، وثوت من التفكير، يعني البناء الفكري أو البناء التفكيري السليم. المبادرة بدأت في نشاطات مختلفة متنوعة، جزء منها كان المناظرات، عملنا مناظرات بين الطلاب في مواضيع مختلفة، سواء مواضيع متعلقة في الشأن السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي. الجمال اللي فيها أنها بتضم جميع الكليات، يعني أي طالب يحب يشترك في هاي المجموعة بيقدر يشترك، لا مختلف كليات، مختلف الكليات. لا شك إن إحنا المبادرة من عند كلية القانون، وبجوز إحنا الأكثر تفاعلا لأنها انطلقت من عندنا، لكنها برضو كمان تحتوي يعني برضو لنفس الشيء العلاقات العامة والصحافة وكل كليات الهندسة الطب، يعني من كل كلية في عنا ناس مشتركين معنا، ودائما بنحاول كل مرة إن نطلع في شيء جديد، وخاصة في مجال تعزيز الفكر والوعي والقيادة. يعني السماعة أصبحت في يد الطالب، هو بيختار المواضيع اللي بيحب يناقشها وبيشارك فيها، سواء إما في المرافعة أو المناظرة أو التعليق أو حتى أحيانا في تقديم. طيب جميل. يعني دكتور، زملائك في الكلية، أعضاء هيئة التدريس والإداريين والقائمين على تطوير كلية القانون، يعني لمحة هيك عن زملائك، من وين تخرج، يعني أبرز الجامعات اللي تخرج منها، التخصصات أو المواد المهمة، المحاضرات كيف تعطى، وتحديدا يعني احنا بنحكي عن كلية قانون انتقلت لمبناها الجديد قبل اشهر قليلة، وما زلتم ب يعني طور اعداد تصميم او وضع نهائي للكلية. عن الكلية وعن زملاء كلمة في هذا البرنامج. جميل. الحقيقة الاعتماد الكلي، احنا بنحكي عن نجاح لكلية القانون، احنا بنحكي عن نجاح للمدرسين، الطاقم ككل سواء الأكاديمي أو الإداري، بالإضافة للطلاب، لنوعية الطلاب اللي موجودين عندنا في الكلية. احنا بنتميز وبنعتز انه عندنا المدرسين عندهم الدايفيرسيتي من ناحية التخرج والجامعات، بمعنى انه احنا ككلية عندنا جزء لا بأس به من خريجي الدول الأوروبية والغربية واستراليا وأمريكا أيضا، وفي عنا برضو جزء من الدول العربية، وككلية قانون مهم جدا الدايفيرسيتي هاي أو التنوع الموجود في الكلية، لأنه في تخصصات حقيقة يعني لا تأتي إلا من جامعات عربية، وفي تخصصات لا تأتي إلا من جامعات أوروبية أو أمريكية، وهذا طبعا أدى إلى انعكاس حقيقي على مستوى كلية القانون. يعني إحنا بنحكي الآن عندنا لا يقل عن 5 مدرسين يتكلموا اللغة الإنجليزية بطلاقة، عندنا مدرسين آخرين يتكلموا الفرنسية بطلاقة، ومدرسين من مختلف الكليات زي بولندا مثلا، زي ألمانيا وهكذا. فهي النوعية، أول إشي كلما يعني تنوعت المعلومة كلما زاد الوعي الطلابي، وكلما اختلفت الباك جراوند تبعت المدرس منين تخرج، برضو كلما زادت التناغم في المعلومات. كمان ككلية احنا عنا يعني فريق لا بأس به من المدرسين الغير متفرغين، اللي هم بيكونوا اما محامين او بيكونوا يعني في مراكز قضائية او قانونية هامة، وهذولا بينقلوا كمان خاصة في المساقات اللي انا بسميها تطبيقية، زي المحاكم السورية، زي التطبيقات القضائية، العيادة القانونية. هاي المساقات مهمة جدا ان تعطى من قبل ناس تمارس العمل القضائي او يعني المحاماة، او تمارس غيرها من الاعمال المتعلقة في القانون بشكل يومي. فهم مش بس بيشرحوا مادة للطلاب، لا كمان بيعلموهم من خلال الواقع العملي اللي بيلامسوه كل يوم. بالتأكيد. اذا سنكمل ما تبقى، ولكن مشاهدي الكرام، هناك مقابلات أجراها فريق العمل مع طلبة كلية القانون في داخل الكلية، لنستمع إليها ثم نعود لاستكمال ما تبقى من طريق النجاح، فكونوا معنا. طبعا كلية القانون من أقوى الكليات بالجامعة، وطريقة الطاقم بالكلية هون ممتازة، وطريقة التدريس برضو قوية، والدكاترة ما شاء الله عنهم. طبعا كلية القانون هي من الكليات الرائدة بالجامعة عندنا، بتخرج أجيال يعني بسوق العمل لهم مكانتهم، دكاترتها يعني
فيها الناس يعني الجباهذة أنا بسميهم دكاترة رائعين، وفي دكاترة شابين ما زالوا عم بتواردوا لهاي الكلية، هم خريجيها بكملوا سواء فيها بالماستر أو برا، وبرجعوا عليها بجيبوا أساليب جديدة، بجيبوا طرق جديدة للتدريس بحيث أنهم يعطوا كل اللي عندهم. كلية القانون هي أمي في الجامعة. كلية القانون إنها متميزة جدا بدكاترتها، بكادرها، بعمادتها. حاليا السلام دكتور مؤيد حطاب عمادة الكلية، عمل نقلة نوعية لسه يعني ما أول فصل له كعميد. عندنا متميز الكلية أكيد بالمحاكم الصورية الموجودة فيها، بالنشاطات، بالمجموعات الطلابية برضو الموجودة فيها. هذا شيء مميز جدا، وحقيقة رح حتى انتوا الفضائية النجاح من الفترة الأخيرة بلشت تعملوا مقابلات كبيرة مع دكاترة وطلاب كلية القانون. هذا شيء بدل على أن الكلية متميزة وكلية نشيطة. كلية القانون طبعا بتتميز عندنا بجامعة النجاح بالتحديد بأنه طبعا عندنا مبنى جديد، في لها اهتمام من إدارة الجامعة، اهتمام مميز. نشاطاتها طبعا تختلف عن نشاطات الكليات الأخرى، في عندنا اهتمام فيها بزيادة. المرافق الموجودة في كلية القانون والخدمات الموجودة في كلية القانون طبعا بتتميز عن جميع الكليات الموجودة عندنا في الجامعة. طاقم التعليم الموجود في كلية القانون صراحة من الطواقم النادرة الموجودة عندنا في البلاد، ما بدنا نحكي بالوطن العربي الأي، هي فعليا بتتميز الطاقم الموجود عندنا عن كامل الطواقم الموجودة بالوطن العربي. في تخصصات عندنا طبعا تختلف تخصصاتها، يعني مثلا اللي بيحب يكون مدني موجود عندنا طواقم مدنية ممتازة، جنائي نفس الإشي. طبعا كل التخصصات في إلها رجالها وإلها رجلاتها، كل واحد منهم بتميز بإشي موجود فيه. أهلا بكم في الجزء الأخير من طريق النجاح، ونعود لضيوفي بالاستوديو الطلبة. بيان، كنت بدك تحكي إشي وإحنا بالفاصل عن تدريب الطلاب أو تدريب العملي. كيف بتحس علاقة الطالب أو الأستاذ والطالب في كلية القانون؟ هي علاقة يعني لا شك أنه أوكي ماشي، هو دكتور وأنا طالب، بس بالآخر بتضل علاقة. كيف أنك كيف أنا أساعدك أنك تكتسب معلومات أكثر، كيف أنك تكتسب خبرات أكثر. هلأ مثلا يعني في برنامج الإنفلاثات اللي ذكره الدكتور مؤيد من شوي، اللي هو خاص أو كانت فكرته جاي من كلية القانون، يعني أنا شاركت فيه في ديبيتس للإنجليزي مع الأمريكان كورنر، بتعاون مع الأمريكان كورنر. يعني كان في مس من كليتنا بتدربنا مع مستان أجنبيات، هي عبارة عن ديبيتس يعني مناظرات باللغة الإنجليزية لمدة 3 شهور شاركت فيها. طبعا هاي فتحت لي مجال واسع يعني، وخلتني أوعى أنه أنا نعم. عندي إمكانية أني أشارك بأنشطة عندك، أيوة عندك غير هيك نعم. فهذا الإشي كتير منيح كان بالنسبة إلي كطالبة قانون، لأنه ساعدني وأعطاني جرأة أني أشارك بمسابقة جسب. كان لك مشاركات غير في كلية القانون خارجية؟ أكيد، أنا من ساعة ما دخلت الجامعة كنت حريصة على أني كل فصل أخذ نشاط خارجي بالإضافة. طبعاً أنشطة ودورات وأشياء زي هيك بتنظمها الجامعة، كما أني طوعت مع دائرة العلاقات العامة في الجامعة، وهذا الإشي كتير صقل شخصيتي من أول فصل في الجامعة إلي، وساعدني كتير أني أحاول أو أني أروح وأشوف أنشطة وأشارك. نعم. يعني هذا الإشي كتير بيساعد طالب جامعة. نعم، يعني أيوب مرة أخرى، يعني كيف ممكن نوصل فكرة العلاقة، هي علاقة رسمية بالتأكيد ما بين الطالب والمدرس الذي درسه، ولكن في حالة كلية القانون ما هي العلاقة المميزة التي جمعت الطلبة مع المدرسين؟ أنا ألاحظ في بعض اجتماعات أن الطلبة والمدرسين أصدقاء في 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 الكلية. كيف تنعكس هذه العلاقة الغير رسمية على التطور والتقدم الأكاديمي على مستوى شخصي وعلى مستوى الكلية؟ أنا باعتقاد أنه علاقة طالب القانون مع دكاترته بتختلف عن جميع العلاقات بكافة الكليات عندنا في الجامعة. مبدئيا إحنا يعني بس نتخرج رح نتدرب، وزي ما تفضل دكتورنا دكتور مؤيد أنه احنا رح ننزل نصير محامين، واغلب الدكاتره عندنا في الكليه هم متفرغين، فاول عن اخر احنا رح نصير اوكي. رح يضل طبعا في علاقه انه الطالب والاستاذ. نعم. هاي طبعا الاحترام هذا المستحيل ينكسر. نعم. بس بنفس الوقت انه بنفكر انه برضه هذا رح يصير زميلي في المستقبل، زميلي في المهنه. نعم. هاي انا برايي بتعطي شيء ايجابي للطالب، انه زي ما حكيت يحافظ على مستوى العلاقه بينه وبين دكتور. نعم. كاستاذ. بس بنفس الوقت تعطيك ثقة
أنت لما تشوف دكتورك بتعامل معك بأريحية مش بالرسمية التامة بين الأستاذ وطالبه، فهاي عكست علينا. أنه أنا بالنسبة لي مثلا المشاركة في المسابقة الجسب كان من أكبر همومي أني مثلا ما أخذل الدكتور رائد البدوية. نعم. أنا لما أنا يعني بالجولة النهائية وأنا واقف، أكثر إشي كنت مفكر فيه أنه أنا كيف بدي يعني كيف بدي أخلي الدكتور يمسط. نعم. غير على الصعيد الشخصي. نعم. طبعا. نعم. فهاي أنا هاي الشغلة كثير إيجابية بشوفها. طيب. عندنا بكلية القانون. نادين، يعني على مستوى مستواك الشخصي أنت في الكلية، بتلاحظ إنه الأساتذة تاعينك يعني بوجهوك الطريق الصحيح، وتحديدا في مجال التدريب، ولا لسه ما وصلتوش لمرحلة التدريب والانخراط بالمحاكم والنزول إلى حضور الجلسات؟ وشو رسالتك للأستاذ عشان أنت إذا ما لسه انخرطت موضوع التدريب إنه تكون مهيئة إليك في السنوات أو في الفصول القادمة؟ هلأ طبعا في توجيه من كل الدكاترة اللي أنا شخصياً اتعاملت معهم، كان في توجيه مش بس على ناحية التدريب أو النزول للمحاكم، مثلاً كيف كان إنه أصقل شخصيتي، أطور مهارات البحثية، تنظيم الدراسة بأسلوب أفضل. يعني مثلاً الطالب أول ما يطلع من التوجيه ويجي على الجامعة بيكون زي طفل جاي على بيئة جديدة، فالدكاترة بإمكانهم إنهم يسقلوا هذا الطالب ويرفعوا ويساعدوه عشان يرفع نفسه ويطلع بنتائج رائعة. وممكن كمان إنه الدكاترة يعني تكون علاقتهم بالطالب رسمية. طبعا أنا خصوصي مثلا الدكتور رائد أبو بدوية له الفضل كبير إنه أنا صقلت شخصيتي، طورت مهارات البحثية، تعلمت أرافع. فأنا شخصيا الدكتور رائد أبو بدوية طبعا كل دكاترة الكلية كان لهم فضل كبير علي بتغيير شخصيتي من أول ما دخلت الجامعة. لا. للآن، فطورت مهارات البحثية، الآن بقدر أوقف وأحكي إنه أنا برافع وبإمكاني أدافع. جميل. عن دولتي وأبحث. نعم. منيح وأطور مهاراتي، وإنه ألاقي كل الأدلة شخصياً. يعني هلأ إحنا بنشتغل على المسابقة صحيح، ولكن بعدين هذه المسابقة رح تفتح لنا الطريق إنه مثلاً ندافع إحنا عن بلدنا. نعم. أو نلاقي. نعم. الأسلوب اللي ندافع فيه عن بلدنا. نعم. جميل. فتوجيه الدكاترة لإلنا طبعاً ساعدنا خلال المسابقة، خارج المسابقة، وخلال الحياة العملية، وأكيد. نعم. يعني وجهونا للمحاكم. جميل، شكراً لكم. دكتور مؤيد، يعني في دقيقتين تحدث عن الكلية، وجه كلمة لأبنائك الطلبة، لزملائك في الكلية، للجامعة، لمن تريد في دقيقتين حتى ننهي وقت البرنامج. أنا بدي أخذ من آخر شيء حكوا الطلاب على طبيعة العلاقة بين المدرس والطالب. يعني التدريبات على المحاكم الصورية كانت نموذج، أحد النماذج اللي إحنا بنشهدها. طبعا دكتور على سبيل المثال اللي درب الفريق الدكتور أدب بدوي، مش قصة أنه هو مختص في القانون الدولي، هو كمان يعني قضى ليل مع نهار، كان يجي كل يوم سبت. طبعا المسؤولية هاي على عاتق الفريقين، يجي يوم سبت من الساعة 8 9 مرة أو 9 إلى الساعة 5 العصر، وهم. نعم. يتدربوا على بين وقتهم ومن جهدهم ومن تعبهم. طبعا هذا أكيد بيتخلها يعني بتتحول العلاقة أكيد لما بعد، علاقة الطالب والمدرس، علاقة الطالب والأستاذ، علاقة الطالب والدكتور، إلى أبعاد أخرى مختلفة أيضا. هذا من جانب. إحنا مش بس يعني من جوانب أخرى، العلاقة اللي بتحكم كلية القانون مع مدرسيها فيها كثير من قضية بناء الشخصية، لأنه الطالب. نعم. لابد تأكيد. يكون محامي جيد ومترافع جيد. لذلك عندنا مساقات تهتم في هذا الجانب، عندنا مساقات بسميها منهجية زي العيادة القانونية والمحاكم الصورية. نعم. تهتم في الجانب الشخصي للطالب وتطوير. بالتأكيد. قدراته. وفي عندنا كمان البرامج اللامنهجية اللي أنا بعتبرها باستمرار، إحنا ككلية إحنا عبارة عن خلية نحل، دائما عندنا نشاطات وعندنا لقاءات وعندنا تفاعلات. دكتور مؤيد حطاب عميد كلية القانون، بدي أشكرك على قدومك إلى فضائية النجاح للحديث عن هذه المسابقة وعن كلية القانون. ندين حفايضة أيضا أحد الممثلين لفريق جامعة النجاح الوطنية، أيوب حسن أيوب، شكرا جزيلا لك. وبيان جانم، شكرا جزيلا لك. ومشاهدي الكرام، لابد أن نوجه رسالة شكر أيضا لزملاء الطلبة الذين لم يستطيعوا الوصول بسبب الأمور الفنية في داخل الاستوديو للمقابلة أو للحديث عن هذه المسابقة، ولكن نوجه لهم التحية من هنا. نوجه تحية للطالبة إناس عبد الجواد وللطالب ماجد عبادي الذين مثلوا وكملوا فريق جامعة النجاح الوطنية. انتهينا من حلقة اليوم من طريق النجاح، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في رعاية الله.